أما هلأ فرح رح نبلش بأولى فقراتنا لليوم، ورح نكون مع الفقرة القانونية. رح نحكي عن المشاكل اللي بتواجه المحاميين بالمحاكم السورية. ما هي الإثباتات لأي جريمة كانت جزائية أو مدنية؟ لنحكي أكثر بالتفصيل بصيرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم الأستاذ المحامي أحمد دعبول. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ مرة ثانية وأهلا وسهلا فيك. اليوم خلينا بالبداية نعرف شو هي وسائل الإثباتات بالقانون السوري. هلا نحن بداية خلينا نعرف شو هو الإثبات بشكل عام حتى يكون في بشكل مبسط يعني على المشاهدين. الإثبات خلينا نحكي نحن لغة هو تأكيد الحق بدليل. قانونا هو تأكيد الحق بالوسائل التي حدد القانون لإثبات واقعة معينة وتأكيد حقية الشخص المدعي بها طبقا القاعدة القانونية اللي بتقول البين على من ادعى واليمين على من أنكر. بصدد هذا نحن لازم نميز بين شغلتين، الإثبات في الجرائم الجزائية وفي القضايا الجزائية والإثبات في القضايا المدنية. الإثبات في القضايا المدنية هو بحث منفصل كليا كونه الإثبات يقع على عاتق الجهة المدعية. طبعا المدنية يكون يعني احنا اكثر فهمنا الموضوع، المدنية لما شخص بيدعي بملكيته العقار، بيدعي بملكيته المركبة، بملكيته لأي شيء إن كان، باستحقاقه لدين معين، أي شيء مدني. نعم. هون يقع عبء الإثبات على صالح الجهة اللي على عاتق الجهة المدعية. أنا ادعيت بأن أحقية الدين من فلان شخص من الناس، أنا هون بدي أثبت أمام القضاء بالوسائل المقبولة قانونا. نطرق الوسائل المقبولة قانونا. بينما بتختلف الموضوع في الدعاوى الجزائية، في الجرائم الجزائية هي بتخص المجتمع بشكل عام، بتخص الدولة. هون يقع عبء الإثبات فيها على عاتق النيابة العامة. على عاتق النيابة العامة، كون النيابة العامة هي خصم عادل. مهمة البحث عن الحقيقة بغض النظر عن الخصوم عن الأطراف. لو أن وقوع مثلا جريمة قتل، سرقة، نهب، أيا كانت الجريمة، هي عم تأثر على مجتمع ككل. نعم. اللي هي في المتعارف عليه الحق العام، تعتبر النيابة العامة هي الحق العام. بهون النيابة العامة ليست إلا مصلحة بتبرئة شخص من الناس، ولا إلا مصلحة على حساب الشخص الآخر بإدارة شخص من الناس. نعم. لهيك هون بيكون دور النيابة العامة والقاضي اللي عم تكون الدعوة فيما بعد عنده، سواء كان قاضي تحقيق، سواء كان قاضي محكمة، بداية جزاء، جهات، أيا كان القاضي بالمواضيع الجزائية، عم هو يستقصي الحقيقة، هو عم بحقق الوصول إلى الحق لتبرئة شخص بريء حقيقة أو لإدارة شخص هو مرتكب للجريمة فعلا. طيب أستاذ خلينا نقول اليوم دخلت التكنولوجيا بشكل كتير كبير بحياتنا، وبعض الأشخاص صاروا يلجأوا لها كنوع من أنواع الإثباتات، إن كان صور، تسجيلات، فويس بنعرف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. كيف ينظر القانون السوري اليوم لهذا النوع من الإثباتات؟ هل يعتبر أي شيء موجود على وسائل التواصل الاجتماعي هو وثيقة يعني بياخذوها بعين الاعتبار؟ هلا باعتبار احنا عم نحكي عن الشيء التكنولوجي واللي هو الشيء صراحة مستحدث بالقانون، ونحن للأسف يعني في عنا تطور مستمر، في تعديلات قانونية مستمرة، لكن عم بتكون أحيانا بطيئة شوي. لهيك نحن على سبيل المثال خلينا نحكي بالإثبات. بضم الإثبات نطرق آخر شيء نوصل لمرحلة التكنولوجية. الإثبات مثلا بداية كان يعتبر فيما سبق في غابر الزمان الاعتراف هو سيد الأدلة، لما شخص بيعترف هو سيد الأدلة. لكن من خلال التطور القانوني، تطور التشريعي، تطور القانون الوضعي بشكل عام، هنا لما نقول القانون الوضعي هو القانون اللي بيتم وضعه من قبل المشرع، من قبل الدولة، غير القانون اللي بيكون مستنبط من الشريعة الإسلامية، من الشريعة المسيحية، هذا يسمى قانون وضعي غير القانون الإلهي. في تطور مستمر. اعتبر القانون الوضعي فيما بعد أنه الاعتراف ليس سيد الأدلة، لأنه ممكن شخص أحيانا يعترف مقابل مبلغ مالي، مبلغ مالي، منفعة مادية، أو أحيانا ممكن يعترف مقابل ضغط مورس عليه. نعم. بهالشيء هذا القانون حدد وسائل معينة للإثبات. هون عم نحكي نحن بالدعاوى المدنية تحديدا، يعني اعتبر مثلا يوجد نحن عنا أسناد رسمية، أسناد عادية، بينة شخصية، قرائن، نجي عليهم كل واحدة على حدة، غير المواضيع الجزائية اللي هي عبء إثباتها أي شكل كان، اللي هي على عاتق النيابة العامة وعلى عاتق الخصم في حال وجود دليل بحقه أن يدفعه. وسائل التكنولوجيا هي تعتبر وسيلة للإثبات إلى حد ما، يعني كيف الحكم أخذ فيها. يعني هلا كتير عالم بتقول لي أستاذ أنا مسجل صوت لفلان، أنا معي حساب فيس لفلان، هون يتم اللجوء إذا تم إثباته إلى جهة مختصة. كتير ممكن يكون أحيانا إذا بدنا نفتح نحن هالأسلوب هذا بيتم فبركة أي شيء، ممكن يتم صحيح فبركة أي شيء. أنا ممكن هلا أعمل أنا حساب باسم حضرتك وأرسل إلي عبر الماسنجر مثلا، استخدم صورة وحط صورتك انا بروفايلك نفسه، انا فيني اعمله وارسل لي عبر الماسنجر اقول له ان المدام كذا بعثت لي هيك،
هو صار في مشكله. نعم. لهون يتم استقصاؤنا، هيك صار في عنا نحن ونحن ماشيين بهالفعل هذا بالتشريعي بالقانوني، كون صار في عنا قسم خاص بالجرائم الالكترونيه لمعرفه التاكد لاجراء خبره اي شخص بيدعي، ليس بالضروره انه يكون صادق. لكن لما انا بروح مثلا انا بساوي معروض بالنيابه العامه على سبيل المثال في جريمه الكترونيه، بدعي على شخص بناس اساء لي، ذمني، قدحني، شهر فيني، بيحولوني لقسم الجرائم الالكترونيه. الشيء الاول يعني هذا دور فعال فعلا لقسم الجرائم الإلكترونية عندنا، اللي بيعمل أول شيء خبرة على جوال بيتأكد هل هو هذا الادعاء صحيح. نعم. مثلا غير مقبول الشكوى إذا لم ترفق بوثائق بصور، ممكن يلجئ هنين لرقم الآي بي لرقم يتأكد هل هو فعلا هذا الشخص هو اللي قام بإرسال هالشيء المجرم قانونا. نعم. سواء كلمات أو صور أيا كان الفعل. هون إحنا بهالحالة هاي قلت إلى حد ما أنا، لأنه أنت لما عم تسجل مثلا صوت انت هون ما فيك تبع اي حد بدي يجسس على اي شخص كان، ممكن احيانا تستخدم بوسائل سلبيه، لكن الوسائل الرسميه مثلا على سبيل المثال لما انا بدي اثبت انه تم الادعاء علي بجريمه سرقه، او انا بدي ادعي على شخص انه هو قام بسرقتي، انا هون بلجئ لوسائل رسميه. نعم. ممكن انا اجيب كتاب، حول كتاب نظامي من المحكمه منظوره امام الدعوه الى اداره الاتصالات لاثبات انه هذا الشخص اللي قام بسرقتي في بهالتاريخ هذا كان هو متواجد في منزلي اللي هي من برج التغطية الموجود هون في وسائل رسمية تؤخذ. هون كنت بدي أسألك أستاذ أحمد، أنه نحن كيف بدنا نفرق أو شو هي الإثباتات والأدلة اللي بتأكد مثلا القيام بفعل سرقة، جريمة قتل في بعض الأحيان، إثبات ملكية مركبة معينة أو عقد إيجار أو إلى آخره، كيف بدنا نفرق أو نثبت بوجود أدلة قاطعة إذا بدنا نقول في حال وجود هذا النوع من الجرائم أو حتى السرقة أو الجرائم العادية اللي بنشوفها دائما؟ هلا هون الدليل خلينا نقول الأول في الإثبات هو كل شيء رسمي، كل شيء رسمي. لما أنا عم بدعي إنه شخص سرقني مثل ما حكيت قبل شوي، وأنا أثبتت عن طريق كتب رسمية، مو أنا جبت له شهود. ممكن للأسف إن إحنا واصلين بمرحلة أحيانا ما في القضاء يلجأ إلى الثقة بالشخص أو إلى الأخلاق أو أو أو, أو, أو هو عم يلجأ إلى وسائل قانونية محددة قانونا. يعتبر أنا كتاب إدارة الاتصالات بوجود هذا الشخص بتاريخ موجود، وصراحة أنا مستخدمه كتير عندي بالدعوة، حتى لو إنه أحيانا يعني نحن كمحامين ممكن أنا يجيني شخص افتراء عم بدي على شخص، على أنا كمحامي ما فيني أنا حلفه يمين حلف إنه هذا الشخص فعلا سرقك، ممكن يكون هو افتراء، ممكن يكون كيدي الموضوع، ممكن أحيانا يحلف وما يكون صادق، ممكن كمان يحلف وما يكون صادق. أنا ما بجي لهالسالفة، لكن أنا بقول له أنا رح ألجأ للوسائل القانون لأثبت إنه هذا الشخص قام بالفعل. لكن هون الدولة أو الدوائر الحكومية عم تعطيني الحق أنا فعلا الحقيقة كما هي. إذا ما طلع هذا شيء أنت رح تعرض للمساءلة القانونية، رح تعرض للمساءلة الجزائية، للافتراء سواء كان جنحوي الوصف أو جنائي الوصف، أنت رح تكون مسؤول. هيك أنا اصدقني القول، حكيني فعلا بصراحة أنت هذا الشخص مرتكب أو لا. حتى لما بيجيني أحيانا شخص ممكن يكون هو مدعى عليه هو مجرم إلى حد ما خلينا نسميه، حكيني أنا بصراحة، أنا مو مهمتي أنا طلعك إذا أنت فعلا مرتكب جريمة، أنا مو مهمتي أنا بريك، خفف عنك، خفف عنك، أعرف ظروفك، ساعد. بقولوا المحاماة والقضاء هم جناحي العدالة، القاضي صح هو اللي بيحكم، لكن المحامي هو اللي بيقوم بتوجيه القاضي للحقيقة وتوجيهه إلى طرف ما أو للطرف أنا متوكل عنه، لا هي إلى الحقيقة. أنا بساعده ممكن أبرز وثائق، وهذا دور المحامي. أنا خليني يعني أقول بشكل أكبر هو دور بالحالتين بالجزائي والمدني، لكن بالدعاوى المدنية كونه عبء الإثبات يقع على عاتق الخصوم، يقع على عاتق المدعي بالدرجة الأولى، إنه أنا بدي أثبت هالموضوع هذا. لكن الإثبات بشكل عام كل شيء رسمي، لما أنا بدي أثبت ملكية سيارة ببيان قيد مركبة إذا أنا مالك، بجوز أنا ما أكون مالك معي وكالة، كل شيء رسمي. لما أنا بدي ألجأ لأساليب أخرى ممكن أنا أكون مالك السيارة أو العقار بسند اللي هو عقد بيع، هذا سند عادل لكن غير موثق، ما موظف رسمي. هون بدي ألجأ للإثبات بطرق أخرى، هو صار موضوع ثاني عندنا القضاء يتأكد. أنا ممكن أنا أحط بصمتك والهي بيجي بعتني السيارة، هون القضاء بيجي للإثبات كيف أنا فيني أساوي هالسند هذا رسمي، بيساوي استكتاب وخبرة على بصمتك هل هي فعلا بصمتك. أحيانا بيقول لك الأشخاص إنه أخي طب هذا الشخص باعني السيارة وخاصة بسبب ظروف الحرب، سافر، توفى، أي شيء. نحن فينا نلجأ مثلاً على يعني كل عينة إثبات إلى طرق معينة. أنا ممكن أجيب البصمة من النفوس، كل شخص أكيد عنده بطاقة شخصية، أنا بجيب من البصمة من النفوس وبساوي خبرة هل البصمة الموجودة على العقد تتطابق مع البصمة الموجودة في دائرة رسمية. هون أنا أثبت الحق المدعى به. نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني بظل هاي الظروف اللي نحن عايشين فيها والتطور، ويمكن في كتير ناس عم تلجأ لأساليب
التلاعبية. صحيح. بيبرز هون دور القانون بشكل كتير كبير، وحتى مثل ما بيقولوا التماشي أو الاجتهاد. صحيح. لحتى نتماشى مع هذا العصر. قد في إثباتات تم دراستها حاليا انتم بتقدموها؟ هي اثباتات جديده ما كانت سابقا يؤخذ بها، هلا انتم عم تشتغلوا عليها. صحيح. على ادخالها، وخلينا نفصل ببعض انواع الجرائم. يعني اللي هي دارجه حاليا، السرقه، القتل، النصب والاحتيال بالذات. هلا هذا الحكي صحيح 100%، لكن خليني اقول انا الاخذ بالادله التي لم يتم شرعنتها، اللي هي الوسائل التكنولوجيه اللي حكيت عنها حضرتك قبل شوي، السماع يعني هو يعني اخذ خجول الى حد ما، اخذ خجول لانه لم يقنن بعد انه يعتبر مثلا الاي بي هو دليل دامغ، يعتبر رساله نصيه هي دليل دامغ. ما ساتو يعني تطور بهالصدد هذا، هو تطور خجول، لكن الى حد ما وحد كبير حتى عم يتم الاخذ فيه. يعني خلينا اذكر باخر مرحله في شخص يعني كزياده في الشرح او زياده في الامعان، لفعل انه نحن فعلا القضاء عنا عم ياخذ بهالشيء هذا. انا عندي شخص في مشاكل هو وزوجته، طلاق وقصاص ودعوا على بعض، في كوسيلة من ضغط الزوج على الزوجة قام برفع دعوة على كافة أعضاء أسرته، رغم أنه في منهم قال له مكانة مرموقة ومناصب معينة، قام برفع دعوة على كافة الأشخاص، الأب والأم والأخ والأخت على الجميع، أحد بالسرقة، أحد بالنصب والاحتيال، أحد كل واحد ابتدع له جريمة. هون يعني نحن يعني واقع هي غير موجودة، هي من محض الخيال. نعم. لكن ادعى فيها وجاب للأسف شهود انه لا انا فعلا هن شهود موجودين بكافه مراحل الدعوة اللي تم رفعها. هلا القضاء هو ما بيقول انه انا هذا الشاهد موجود بهي الدعوه وهذا يدعي وهي الدعوه بعشر دعوه فهو شاهد كاذب. القاضي نحن عندنا فعلا عم يلجأ الى الحقيقه، للوصول الى الحقيقه، انه ممكن يكون فعلا هذا شخص مو لازم له، صديقه، ابن عمه، واخوه، استخدم اشخاص فعلا مقربين منه للشهاده. هون لجأت انا الى الوسائل التكنولوجيه، مثلا دعا على الاب بالسرقه بنصب والاحتيال، انا اثبتت انه بهالتاريخ هالواقعه هي عن طريق اداره الاتصالات الأب لم يكن موجود في محافظة دمشق. نعم. وتم الأخذ فيها، إنه هذا يعتبر دليل دامغ، إنه أنت عم تدعي بالتاريخ الفلاني أنت قام الأب بقبض مبلغ مالي منك لقاء عمل معين وقام بالاستحواذ عليه وعدم إعادته. أنا أثبت إنه الأب ما كان موجود بهالتاريخ هذا بكل محافظة، لا وقبل بعدة أيام وبعد بعدة أيام هو موجود بمحافظة أخرى. عم ياخذ فيها القضاء، لكن لم يقنن بالشكل المطلوب فعلا انه يتم وضعه دليل دامغ يعني فيني الجا له، لانه للاسف يعني الشيء هذا اللي احنا عم نشتغله قد يكون احيانا الفكره اللي يعني طلعت عندي ممكن ما تكون موجوده، ممكن احيانا هذا الشخص فعلا يجرب مجرد وجود نهنيه بالقانون. احنا عندنا مثلا الاسناد الرسميه، الاسناد العادي، البينه الشخصيه اللي هي الشهود، الشهود هي دليل دامغ؟ مو دامغ، خلينا نقول اذا تم اثباته. يعني اكيد لما واحد عم ينصب على حدا انه هي إلى مفترق طرق صراحة. هي ممكن تكون أحيانا إيجابية وأحيانا سلبية. نحن فعلا كثير عالم أحيانا عم تنصب على أشخاص في حقيقة بجرأة نصب واحتيال ما عم يكتبوا شيء، من باب الثقة، من باب كذا، من باب ما عم يكتبوا شيء، عم يجيب شهود. وأحيانا لما عم بيكون شخص عم يدعي افتراء كيدي أكيد ما فيه وثيقة فعم يجيب شهود كمان، يعني هي سيف ذو حدين الأخذ فيها أحيانا. لكن لما أنا عم أثبت إنه هذا الشخص ما كان موجود هون جاءت أنا الوسائل التكنولوجية. يعني مثل ما بأثبت أنا أنه هذا الشخص كان خارج البلد عن طريق إدارة الهجرة والجوازات ببيان حركة أنه هذا الشخص كان مسافر، يعتبر أنا لو أنه فعلا كان مسافر كنت لجأت لها الوسيلة أسهل لي أنا، لكن باعتباره ضمن سوريا. الأراضي السورية، فأنا لجأت له وسيلة أخرى. اللي بنخاف منه أحيانا ما كل شخص يعني بيكون عنده هالحنكي هي أو الفطنة هي أنه أنا هي دليل، ممكن يكون سهوا، ممكن يكون ضغط العمل، ايا كان السبب عم تؤدي انت الى حبس حريه شخص، الى ادانته بجرم هو فعلا بريء منه براءه تامه. بهالصدد هذا نحن نتمنى فعلا وعم تصير في دراسات من قبل التشريع السوري هي لتقنين هالامور هي بادله دامغه، لانه حتى هالشيء هذا انا اذا بدي يعني ما بدي انا احط كل نقطه ايجابيه سلبيه، لكن هي فعلا بدها دراسه معمقه حتى يتم اعتماده بتقنين. ممكن انا احيانا اكون يعني كمرتكب جريمه محترف، انا ممكن اسرق جوال حطه بتاريخ معين بهالبيت هذا تماما واطلع، هل يعتبر هذا خلص صار صاحب الجوال هذا سارق فعلا؟ يعني ممكن هي تحمل يوسف ذو حدين دائما. القانون ما شرع احيانا للتبرئه ممكن يكون شرع ايضا للادانه باساليب معينه. هون بترجع الى دور القضاء كمان في تقصي الحقائق. بس انا بهالقصه هاي كان في قاضي جدا توسع في التحقيق، توسع في الافاده، توسع في الاستجوابات
لانه احس في شيء من الكيديه بالموضوع. نعم. هلا اليوم استاذ احمد نسمع كثير عن مشاكل ويمكن حكينا فيها مطولا بشكل موسع، بس دائما السؤال في حال ملكيه عقار او سياره او اي شيء كان، كيف الشخص بيقدر يحمي نفسه بشكل كامل من اي عمليات نصب او احتيال مثل ما عم نشوف اللي انتشرت بشكل كثير كبير بالفتره الاخيره؟ صحيح. هلا بنوه انا اصلا عمليات نصب والاحتيال للاسف مع بالغ الاسى اللي عم تصير حاليا هي عم تكون فعلا بدرجة عالية من الحرفية. نعم. يعني كثير أشخاص أول شيء عم تنتشر استغرنا صوحة الجمع الأموال من جمهور من الناس. نعم. اللي عم بصير حاليا أنه الشخص لما عم يلجأ للنصب والاحتيال عم يعطيه عوامل ثقة، عم يأكد له أنه أنا فعلا صادق معك، أنه أنا أخذت منك مبلغ مليون ليرة مثلا، عم يعطيه على مدى 6 شهور عليه، واحيانا عم بيقول اذا احتاج عم بيقول له 500 وخلين، عم يعطيه عوامل ثقه حتى يوصل الى ما بنسميه الى الذروه تبعه وهي الضربه الكبيره. اللي عم يلجأ منه اخي اعطيني 50 مليون انا في بيع سيارتك مو احسن ما انك مخليها؟ عم يلجأ بهالصدد هذا. انا كل شيء فيني حده انا وحط عليه، هي قاعده بسيطه جدا لحمايتك من اي عمليه نصب واحتيال، وثق وثق. هون في مفهوم نحن خاطئ عنا اللي ممكن احيانا شهود صحيه دليل او احد وسائل اثبات بالقانون السوري اللي هي البينه الشخصيه، لكن للاسف الدليل هذا في قوه اكبر منه، لانه يعني احيانا عم يجيب حدا شخص عم يثبت انه هذا فلان اخذ منه مصاري، وهذاك عم يجيب شهود كمان انه لا انا بهالتاريخ هذا كنت سهران معهم بمكان فلاني. دائما وثق انت فعلك، لما انت بتوثق فعلك انا راح ادخل معك مشروع، اوكي انا جاهز، نكتب عقود، نكتب عقود، القانون ما هو حاضر، او انت عم تسوي فعل مخالف للقانون في عملية شراكة، أنت قدمت رأس مال شخص فتح مشروع تجاري، أوكي وثق هالشيء هذا. تماما. التوثيق مو ضروري يكون بينك وبينه معامل ثقة، لو أنه في عامل ثقة كانت المحاكم عندنا فاضية نحن. تماما. لو أنه في ثقة فعلا حقيقة، ما كان في بيجوز مكاتب محامين إلا لتسيير الإجراءات الإدارية، تأسيس شركات القصص، لكن بخضم خاصة الظروف الاقتصادية بتلعب كتير دور كبير بانتشار الجريمة. لهالسبب هذا انت حتى تحمي حالك وثق امورك، سواء كان بشراء سياره، سواء كان بكتاب بدخول بمشروع تجاري، بشراء عقار، كثير احيانا عم يتم دفع مبالغ ماليه كبيره لقاء شراء عقار، بس للاسف يعني عقار حيكون غير موجود وشفناها بشكل كبير. صحيح 100%. وللاسف احيانا يعني ضعاف النفوس لهن احيانا ممكن يكون متورط فيهم اشخاص قانونيين. لهيك انت لما بدك تلجا لهالشيء هذا عم بصير عامل الثقة. مثلا احد المرات بيجي شخص انه قدم له اخراج قيد عقاري، العقار نظيف، العقار الي، عقار باسمه، عم يوثق. روحنا عند شخص مختص بهالموضوع هذا. انا كثير احيانا بيجيني عالم مثلا بيقول لي استاذ احنا متفقين وهي اخراج قيد عقاري، بقول له لو سمحت بدك تعطيني وقت بدك تشتغل لك بشكل نظامي، انت ليه تعطيني اوراق؟ انت تعطيني رقم عقار. انا بستخرج الاوراق لاتاكد انه هل في تزوير او ما في تزوير، لاتاكد هل الوكاله هل هي في شيء صحيح او لا. بالنهايه عدم الاخلاق او الافعال مجرمه قانونا لا تنطبق فقط على الأشخاص الغير قانونيين، لأنه للأسف أحيانا عم بيكون أشخاص قانونيين، قد يكونوا محامين، قد يكونوا كتاب عدل، قد يكون موظفين موجودين عم يتعاملوا بهالشكل هذا. لهالسبب أنت لا تلجأ للشخص، يعني زوجته هون أصلا ممكن تكون معك يوم أو يومين، أنت بتحمي حالك لمدى عمر، عم تحمي ثروتك قد تكون. خلينا نقول النصيحة الأولى أنه نحن ما نتسرع، معنا وقت كافي تماماً. لحتى نبحث تماماً. عن مثل ما بنقول نحن بالعامية نظافة العقار بشكل تماماً. كامل. تماماً. انا خليني الجأ الوسيلة القانونية، روح لعند شخص مختص، اتاكد انه العقار ما في اشارات، هو المالك فعلا، الوكاله اذا كان معه وكاله هل الوكاله فعلا صحيحه، حتى غير مباع عده مرات مثل ما بنشوف عم بصير كثير احيانا انه عقار عم ينباع عشرات المرات تماما، وعم يضل الشخص لكن على عقد وعلى مهلني شهر. بالنهايه لما انا بكون عندي عقار حقه على سبيل المثال 50 مليون ليره، لما انا عم بيجي انا عم بعرضه ب 40 مليون عم يجيني كثير، انا خلال اسبوع فيني بيعه ل 100 مجرد انه ينزل شوي من سعره. صحيح. والفراغ بأجله لسبب قانوني انه بس عم بعمل وكاله ناطر الموافقه الامنيه. تمام. حقيقه هيك عم بصير، انا خلال اسبوع نزلت بحقه شوي، انا بعته عشرات المرات. لا خليني اتمهل شوي، ما يتم الدفع مبالغ ماليه كبيره الا عند الفراغ او عند الاقرار بالمحكمه او الا عند تنظيم وكاله، هيك بتكون انا حميت حالي وحميت المبلغ المادي اللي معي انا واللي بيعرضني للدخول باشكالات قانونيه كبيره انا بغنى عنها. تماما. صحيح. طيب هون استاذ احمد خلينا نحكي شوي اليوم عن نوعيه يمكن اصعب القضايا اللي عم تيجي وتصادفك من خلال عملك بهي الفتره، ان كان جزائيه او مدنيه. هلا من اصعب شيء نحن بيجينا لما بيجي شخص بيدعي بحق وحين فعلا يعني بيستشعر الحقيقة بعيونه، بكلامه، بنبرته، بحزنه، بدمعته، ما في أدلة. يعني مؤخرا من كم يوم جاني شخص قال لي أنا عندي بيت ومشتري بس ما عندي أوراق، حرقت.
احيانا بيكون ظروف الحرب يعني عنده بيت بمنطقه كانت غير امنه. طب هون بده يحققه استاذ احمد؟ هلا ما بدي اقول بده يحققه، لكن ممكن على فكره ممكن يضيع حقه، لكن حتى يستعيد حقه بتاخذ فتره زمنيه طويله. طب نوعيه الاثباتات يعني غالبا هيك شيء، نحن بنعرف انه عنا مثلا في معاملات اوقات بيقولوا العالم يعني كل هالمعاملات بدنا نعملها لنشتري بيت، بدنا نروح عند مختار وبدنا نجيب ما بعرف شو وكذا، بس هي بالنهايه لما الواحد بيوقع مشكله فبيلاقي انه في عنده بكل مكان من هي اللفة اللي لفها هي ممكن دليل صحيح. يساعده للإثباتات. طب هاي الأشخاص نحن بنعرف إنه المخاتير أخذوا على ذمتهم اللي هو يشوفوا شو الأماكن اللي كانت موجودة، لمين كانت صحيح. العائدة تبعيتها، وخصوصا إنه في أوراق، صح راحت الأوراق بس ممكن المختار موجود، في نسخة بمحاكم، في نسخة بأماكن صحيح. أخرى. هذا الشيء الأساسي اللي هي فعلا الكل يعني بتحجج بالروتين من ورقاتي بس بيطلع لها نتيجة أحيانا، لكن نحن بهالوقت الحالي للأسف فعلا يعني أحيانا أنا بدور بكل ما يمت لهذا العقار، بصير فلنقول عقار بمنطقة دومة، عقار بمنطقة المخيم اللي تدمروا أو بحراستها العقار ما له وجود. أحيانا شخص بدعي أنه أنا أخذ حكم وزماني فارغه أنا، خاصة بمرحلة الأمان بسوريا في ما قبل 2000 مو كله كان سجل طابو، مو كله خلص أنا معي حكم محكمة يا أخي، أنا معي وكالة، الوكالة انحرقت، الحكم انحرق، ما أنا موجود الأدبارة، الأرشيف ما أنا موجود لهالمنطقة هاي. أنا هون بدوري كمحامي بصير أبحث عن ورقة واحدة، عن عقد إيجار يوما ما نظمه، عن وكالة يوم أي شيء بس أثبت إنه، لأنه هي تماما صحية صعبة. ما بدي أقول أنا إنه عم بضيع الحق، هلا أنا مع ضياع الحق على فكرة، بس هون في فكرة كتير يعني حساسة، أنا مع ضياع الحق مو كضياع الحق، يعني مع الإجراءات فعلا الصعبة اللي عم تتخذ الحكومة أو القضاء عنا. ليش؟ لأنه أنا إذا فعلا أي شخص ما رح يجيني أنا صاحبي يجوز رح ضع حق شخص 2 10 100 ألف، للأسف أنا مع إلى حد ما، لأنه في حال أنا شرعت أي واحد ادعى رح يصير عمليات نصب واحتيال وأخذ حقوق الناس من دون أي إثبات، في ناس برا البلد وبرا رح يصير بكتير أكثر من اللي ضعوا حقهم فعلا أصحاب حق. لهيك نحن لما عم الدولة احيانا او الاجراءات القانونية اللي عم نتبعها نحن بالمحاكم عم تكون فعلا صعبة. يعني انا لما عم دور عند مختار عم بطلع مثلا عقار بدوم، عم بطلع مختار دوم اذا موجود، عم بطلع على المصالح العقارية، عم بطلع على اي سكان القديمين، ممكن يحقق لي وثيقة لأثبت أنا للقاضي وأنا هذا الشخص فعلا هو مالك العقار. نعم، في أحيانا أستاذ أحمد بنشوف بعض الأشخاص ما عندهم قدرة مالية يمكن يشتروا إلا بمناطق العشوائيات اللي هي يمكن حتى بتجي أرخص من باقي المناطق وحسب قدرة كل إنسان. هون كمان عم نشوف مشاكل كتير كبيرة حول أحقية الملكية لأي من الأشخاص، ممكن أي شخص يكون مالك لساعة البيت يعتبرها هي دليل، فهون شو الدليل على ملكية الشخص للمنزل هون؟ للأسف بالعشوائيات فعلا تكتر المشاكل استاذ بنشوفها كثير، يعني مشاكل كثير مشاكل العشوائيات. فكرة العقارات هي عقارات الدولة، هي مستملك لصالح الدولة، قام بعض الأشخاص بالبناء عليها من عشرات السنين يعني وصاروا يبيعوا مش بعقود بيع. هلا عقد البيع هو ليس سند قانوني رسمي، هو سند وسيلة إثبات لكن ليس رسميا، الرسمي هو المنظمة أمام مكاتب العدل. لما أنا بدي أوثق هالشيء هذا أنا بحاجة إلى إخراج قيد عقاري وأنا فعلا مالك، هنا هي عشوائية، هي أملاك دولة، أنا ما في عندي وكالة فيها، ما عندي فراغ فيها، ما عندي، لكن ممكن يلتقى لحلول. أحيانا ممكن أنا أجيبها بحكم محكمة، أتعرض للمنزل دون الأرض على سبيل المثال أنا عم بحكي، يعني أنا عندي بيت بعشوائية، لما أنا بدي بيع هالبيت لشخص ما فأنا أول وثيقة تطلب مني أنا هل أنا مالك البيت فعلا، اللي هو إخراج قيد عقاري، بيان من هو المالك وما الإشارات الموجودة على العقار. العشوائيات لأملاك الدولة هي ما لها إخراج قيد عقاري، أنا هي إذا بنطلع لنا إحنا إخراج قيد عقاري هي تطلب اسم الجمهورية العربية السورية ما أنا لكن هون أنا فيني إلجأ الأرض إحنا ما فينا نتعرض لها، هي ملك للدولة، لكن أنا فيني إلجأ لدعوة على سبيل المثال لدعوة بيع أنقاض، أنا بعته هالموجودات هي هالعمار الموجود هذا دون التعرض إلى الأرض. أنا هون بكون دعوتي صحيحة، أنا عم بيع، أنا جبت كمية من الإسمنت، كمية من الحجارة المستخدمة بالبناء وبنيتها أنا، انا عم بيعه اياها بهالمكان، كيف بده يثبت انه هو صاحب هذا المكان هي على سبيل المثال طريقه قانونيه بحته، هي المتعارف عليه هي فراغ ساعه الماء او سعدات الكهرباء هي كدليل انه انا متملك المنزل الموجود فيه انا، والسند اللي انا بعتبره اقوى الحيازي كونه هذا العقار ليس له قيود عمليا في المصالح العقاريه، هي الحيازه ما انا موجود فيه انا، القاضي ممكن يستقصي، عم يصير في خلاف على العقار القاضي ممكن يستقصي الحقيقه عبر اجراء تحقيق محلي
انه هذا الشخص من سنين من امتى صار له عايش امتى ساكن في هذا؟ ما انا عم صار في خلاف بين شخص عم يدعي بالكيتو وشخص عم يدعي هلا هي ما انا وسيله اثبات فعلا قانونيه او دليل دامغ مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي عداد الماء او عداد الكهرباء، لكن وسيله ممكن تكون قناعه قاضي. يعني معقول البيت الي انا وحط ساعه المي باسم شخص اخر؟ لا اكيد لا. حط ساعه كهرباء باسم شخص اخر، يمكن استئناس في اخذ تكوين قناعه القاضي للحكم بالحق والحقيقه. نعم نعم. كمان استاذ احمد بعض الحالات اللي شفناها خليني اقول بالحارات القديمه اللي هي دخلت مثلا ضمن تنظيم معين بالدوله، فاصبح بعض سكان هاي البيوت هن مستاجرين للمحافظه، فصار في مشاكل كثير، هن قاعدين بالبيت وهن اصحاب البيت، لكن هذا المكان دخل للتنظيم. هي نفس تنظيم اثري او تنظيم عمراني او صحيح. اي نوع من انواع التنظيم، وخصوصا بنشوفها بحارات الشام القديمه كثير بتكتر هي الامور. هون كيف بيكون الموضوع؟ هلا هي بالاساس لما بتكون الارض دخل بالتنظيم فهي ملك للدوله، دخل التنظيم الدوله بدها تنظمها، هي انا مالك. خلينا اجي عليها هيك من منها خفيف بسيط، انا مالك، انا الدوله. انا ما لما تملكت هالشيء انا لي حق اني انا بيعه واجره واستثمره واعطيه لاي شخص كان. لما انا عم قوم بهالاجراء هذا الدوله عم تلجا لاساليب عادله، هي التعويض، هي وضع مبلغ بديل، سواء تعويض بسكن بديل او تعويض عن طريق ايداع مبلغ مالي للاشخاص اللي لهم عقارات دخلوا بالتنظيم. هون نحن الدوله عم تعوض بالشكل اللي ممكن يناسب الشخص وتراعي ظروفهم، انه هن متملكين انه لا يوجد ماء لهم غير هالمكان هذا، نظاميته بتنظم اللوائح التنفيذيه، التنظيمات اللي عم توضع من قبل الدوائر الرسميه سواء البلدية أو سواء المحافظة. هون الدولة عم تسعى بهالشيء هذا لتحقيق إجراء عادل، عدم الإضرار بالأشخاص، رغم أنهم بالأساس هن تملكوا شيء ليس مملوكا لهم، هو ملك للدولة. نعم. طيب أستاذ أحمد، إذا بدنا نقول اليوم من خلال يمكن تواجدك الدائم بقاعة المحاكم وقربك الكبير يمكن من هي المشاكل عم بتصير، بتشوف أنه الناس عندها هذا الوعي صار بعد يمكن تجارب كثيرة ونصائح من قبل الإعلام أو حتى الأشخاص المحيطين أو حتى رجال القانون أنه نحن نحمي حالنا، صار في هذا الوعي الناس قبل ما تشتري أو تتصرف أي تصرف ممكن تأخذ خطوات قانونية لتحمي حالها؟ صراحة لا، او خلينا نقول قليل، مو لا بالمطلق. ما في شيء مطلق، اكيد عالم عنده وعي وعنده ثقافه قانونيه وعنده، لكن قليل جدا، لانه للاسف احيانا شخص عم يلجا كرمال جزء من التهرب الضريبي عم بيغامر بمئات الملايين. كرمال ما يوضع السعر الحقيقي لمبيع العقار عم بيغامر بمئات الملايين اللي عم تعرضه احيانا لوقوع في اشكالات قانونيه او الى انه يروح منه البيت، تروح منه السياره، يروح منه الرصاص، بس كرمال ما يحط السعر الحقيقي للأسف. أو بجوز هلأ أكون نظرتي أنا باعتبار أنا كل قصصي كل عملي أنا هو مع المشاكل، بقى مع بجوز ما عندي معاشرة كبيرة لضغط العمل، بقى ما عم شوف أنا إلا المشاكل اللي هي نتيجة عدم الوعي القانوني. لأنه في وعي قانوني صدقا بيكون العمل أسهل، الحق أضمن، ما بيعرضني لمشاكل، ما بيعرضني لمساءلات، ما بيعرضني إلى عمليات نصب واحتيال، ما بيعرضني إلى الدخول في إشكالات قانونية قد أدي إلى ضياع حقي بالكامل. لهالسبب هذا يعني أنا أحد الأسباب المهمة فعلا في زيادة الوعي القانوني هي الندوات اللي عم تسووها حضرتكم، المجال الإعلامي هو له دور كبير جدا في زيادة الوعي القانوني والثقافة القانونية، واللي حاليا حتى عم بيصير في تطوير لها عن طريق تدريس، احيانا عم بيصير في ندوات بالمدارس بالجامعات. صحيح. زيادة الوعي القانوني، زيادة الثقافة القانونية، انه انت لو غامرت بمبلغ مغامرت، لو انت دفعت مبلغ صغير جاء لشخص مختص، لو دفعت مبلغ حط العلاج تلجأ للتهرب الضريبي هو عم يضمن لك حقك بالنهاية. نعم. اكيد يعني أكيد. معلومات كثير مهمة. نعم. اليوم قدمت لنا اياها الاستاذ احمد عبول المحامي، شكرا لك، وبنتمنى اكيد للكل انه ما يتعرضوا لاي مشاكل من اي نوع، والسؤال ما بيضر، الانسان يسال ما بينضر. شكرا لك. العفو، متعلم. اكيد كل الشكر لك استاذ احمد على كل المعلومات اللي قدمت لناهم. نتمنى فعلا مثل ما قلنا يكون هذا الوعي والاستشاره القانونيه فعلا كثير ضروريه لحتى نحمي حالنا. يمكن اي مبلغ مهما كان صغير، هو الانسان فعلا تعبان كثير لحتى يحصل هذا المبلغ، فما في مانع انه يحمي حاله ويحمي املاكه.